أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بيكم في مقرر Pharmaceutical Organic Chemistry 2 الترم الثاني. هنتكلم فيه عن الكيمستري والرياكتيفيتي اوف ديفرنت اورجانيك كلاسز فروم الاليفاتيك والاروماتيك اوريجينز. الكورس بتاعنا هيكون في محاضرات عن الارايل هالايدز والهيدروكسي كومباوندز، سواء كانت اليفاتيك زي الكحول او اروماتيك زي الفينول، ايثرز وايبوكسايدز، الدهايدز والكيتون اليفاتيك واروماتيك برضو، والاسيد والديريفاتيفز بتاعتها، سلفونيك اسيدز والنيتروجينس كومباوندز سواء كانت امينز او نيترو كومباوندز. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الارايل هالايد، وبنقول ان الارايل هالايد دي عباره عن كومباوندز تحتوي على البنزين رينج واتاتشد ليها مباشره الهالوجين اتوم على البنزين رينج، زي مثلا كلورو بنزين، برومو بنزين، اند ايودو بنزين. ايه البريباريشن ميثودز بتاعه الارايل هالايدز؟ في عندنا طريقه اخدناها الترم اللي فات، وهي طريقه الهالوجينيشن اوف بنزين. لو انا عندي بنزين رينج وحطيت معاه Cl2 في وجود لويس اسيد زي AlCl3 او FeCl3، كان بيتكون عندي كلورو بنزين. هناخد كمان الترم ده في المحاضرات الاخيره طريقه تانية، وهي من الامينز بعمل حاجه اسمها diazotization، بيتكون دايازو كومباوند. بيتميز الدايازو كومباوند بوجود ال N تريبل بوند N، ودي رابطة ضعيفة بتتكسر وبيتكون عندي بعدها الهالوجين، فبقدر احضر منها الارايل هالايد بسهولة. الطريقة اللي هناخدها النهاردة من الفاليشن رياكشن، وانا بستخدم فيها حاجة اسمها ثاليوم تراي فلورو اسيتات في وجود التراي فلورو اسيتك اسيد، والطريقة دي مهمة جدا بحيث ان انا ممكن اكون الاورثو او البارا او الميتا بوزيشن للهالوجين اللي موجود عندي. الثاليوم تراي فلورو اسيتات بيتفاعل مع البنزين رينج وبيتكون عندي دريفاتيف او انترميديت بيحتوي على الكربون ثاليوم جروب، وزي ما قلنا ان البوند دي very weak بوند، وبيحصل ريبليسمنت باي نيوكليوفايل بيها. فهنا البنزين في وجود TLOCOCF3x3 اللي هو الثاليوم تراي فلورو اسيتات، في وجود التراي فلورو اسيتك اسيد اللي هو CF3COOH، بيتكون عندي رابطه ما بين الكربون بتاعه البنزين رينج والثاليوم جروب. اقدر بكل سهوله اعمل ريبليسمنت للجروب دي باستخدام KF او KI او KCN، فبيتكون عندي فلورو بنزين او ايودو بنزين او سيانو بنزين. لو كان البنزين رينج سبستيتيوتد زي مثلا وجود الكايل او اكس او OCH3 جروب على البنزين رينج، لو فعلتها مع الثاليوم تراي فلورو اسيتات والتراي فلورو اسيتك اسيد، لو انا شغال at room temperature او on cold، بيدخل عندي الثاليوم جروب في البارا بوزيشن للسبستيتيوانت الموجود عندي، واقدر بعد كده ان انا اعمل ريبليسمنت لجروب الثاليوم بالاف مثلا لو انا استخدمت الكي اف. طيب لو رفعت درجه الحراره شويه الاقي ان الثاليوم هنا يبتدي يبقى ستيبل اكتر انه يدخل في الميتا بوزيشن. فلو انا عندي نفس الار جروبس الموجوده، يعني الكايل او اكس او او سي اتش 3، في وجود برضو الثاليوم تراي فلورو اسيتك اسيد والتراي فلورو اسيتك اسيد، بس درجه الحراره بقت 75 درجه، يبتدي يحصل شيفت للثاليوم ويدخل في الميتا بوزيشن، واقدر برضو ان انا استخدم الكي اف عشان احصل على الاف في الميتا بوزيشن. ومن هنا ممكن في تفاعلات الكونفيرت اقول لك انا عايز احضر الميتا فلورو تولوين. هيجي منين؟ لو انا عندي التولوين يعني الار بسي اتش 3 ودي الالكايل، حطيت لها الثاليوم تراي فلورو اسيتات في وجود التراي فلورو اسيتك اسيد، هرفع درجه الحراره شويه فهيدخل الثاليوم في الميتا بوزيشن. نخلي بالنا ان الثاليوم لما بيبتدي يدخل على البنزين بيبقى باي 2، يعني الـ OCOCF3x2 مش باي 3، تمام؟ في وجود الـ KF هيتكون عندي الفلورو بنز الفلورو دريفاتيف الميتا فلورو تولوين في الميتا بوزيشن.
تمام. طيب ايه البروبرتيز بتاعت الارايل هالايد؟ الارايل هالايد بتشبه لحد كبير الالكايل هالايد في حين ان هما الاتنين بيبقوا انسوليبل ان ووتر، يعني مش بيدوبوا في المية، وبيبقى البولاريتي بتاعت الكلوروبنزين اقل من البولاريتي بتاعت الالكايل بنزين، زي مثلا كلوروسايكلوهيكسان. احنا عارفين ان السايكلوهيكسان ده يعتبر سايكليك الفاتيك، فوجود السي ال عليه بتخليه الكايل هالايد. اما الكلورو بنزين فده حلقه بنزين وعليها سي ال، فده اروماتيك. ايه الرياكشنز اللي ممكن يعملها الارايل هالايد؟ بيعمل رياكشن اسمه نيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن. في عندي نوعين هيعملهم، حاجه اسمها اديشن اليمينيشن وحاجه اسمها اليمينيشن اديشن. نتكلم عن الاديشن اليمينيشن. المفروض انه الارايل هالايد بيبقى ان رياكتيف للنيوكليوفايل. ليه؟ لانه الارايل هالايد بيحتوي على الهالوجين اللي هو زي السي ال مثلا، فدي بتسحب كل الالكترونز الموجوده على حلقه البنزين عن طريق الماينس اي افكت بتاعها، وبالتالي انه يحصل ريبليسمنت للسي ال باي حاجه او يحصل يعني تفاعل مع نيوكليوفايل ما بيبقاش كويس او ما بيبقاش محفز، لانه حلقة البنزين الالكترونز اللي عليها قلت. طيب النيوكليوفيليك بقى اروماتيك سبستيتيوشن رياكشن، انه السي ال نفسها هتطلع ويدخل مكانها النيوكليوفايل. القصة دي بتبقى كويسة لو انا عملت اكتيفيشن للكلوروبنزين مثلا او الارايل هالايد. بس نرجع ونقول ايه السبب في ان الارايل هالايد نفسه unreactive للنيوكليوفيليك substitution reaction. السبب في كده انه السي سي ال بوند بتبقى تقدر تعمل تكوين لدبل بوند كاركتر عن طريق البلس ام افكت بتاع السي ال، لانه السي ال حواليها unshared lone pair of electrons، بتقدر انها تعمل ريزونانس مع حلقة البنزين وتكون دبل بوند. الدبل بوند دي بتبقى شورت لكن في نفس الوقت سترونج، ما بتنفعش تتكسر بسهولة ويحصل ريبليسمنت للنيوكليوفايل. كمان انه الارايل كاتاين بيبقى ليه انرجي عالية قوي، انه يسمح للارايل هالايد انه يحصل ايونيزيشن عن طريق الـ SN1 رياكشن، فده بيبقى صعب. احنا لو افتكرنا الفرق ما بين الـ SN1 والـ SN2، كنا بنقول ان الـ SN1 reaction ده بيتم بـ 2 steps. الاولاني بيبقى rate determining step وبيبقى slow، والخطوة التانية بتتم بسرعة قوي very fast step. بينما الـ SN2 بيحصل في 1 step بس، لازم يتكون عندي transition state، وبيبقى فيه عندي backside attack، يعني في الناحية المواجهة او المقابلة للهالوجين بيحصل انه النيوكليوفايل بيدخل. ده ما بيبقاش متوفر او ما بيبقاش سهل في حالة البنزين رينج، لانها حلقة قوية وكبيرة، فبيبقى صعب انه يحصل الباك سايد اتاك، وبالتالي الـ SN2 مش هيمشي معانا هنا في حالة الارايل هالايد. انا هتكلم عن الـ SN1 اللي بتحصل بتو ستيبس. طيب زي ما قلنا من شوية، انا محتاج اعمل اكتيفيشن للرينج دي وقلل الالكترونز الموجودة عليها علشان اقدر ادخل النيوكليوفايل. بعمل كده ازاي؟ بعمل كده عن طريق دخول نيترو جروب على البنزين رينج في اورسو او في بارا بوزيشن للهالوجين الموجود عندي،
يعني CL الأورثو بوزيشن بتاعها والبارا بوزيشن بتاعها، لو دخلت فيهم NO2 ده بيحفز النيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن، بينما لو هي موجودة في الميتا بوزيشن بيبقى نو رياكشن حتى لو أنا رافع درجة الحرارة. هنا مثلا CL في الأورثو بوزيشن في NO2 في وجود الـ NaHCO3 صوديوم بايكربونات، الـ OH هي اللي بتشتغل كنيوكليوفايل. أثناء الـ Work Up أنا بعمل Acidification فبحط H علشان أحصل على البرودكت النهائي، برفع درجة الحرارة لـ 130 درجة فبلاقي إن الـ CL بيحصل لها Replacement بـ OH. طب لو أنا عندي NO2 موجودة في الأورثو وفي البارا بوزيشن بلاقي إن التفاعل بيصبح أسهل ودرجة الحرارة اللي أنا عايزها بتبقى 100 درجة بدل 130 وبيحصل تكوين للـ OH مكان الـ CL. لو زودت عدد الـ NO2 أكتر اللي هي Electron Withdrawing Groups ألاقي إن الـ OH بيدخل بسهولة أكتر وبيحتاج بس الـ 35 درجة. فـ As number of Electron Withdrawing Groups increase the reaction becomes more easier. زي ما اتفقنا two steps بيحصلوا في الرياكشن ده. الستيب الأولانية بقول عليها addition of nucleophile، ان الـ OH بيدخل على نفس الكربون اللي ماسك عليها CL وبيبتدي يحصل resonance في حلقة البنزين لحد ما توصل للـ NO2 group ويتكون شكل بيبقى special stable وهو الـ N عليها positive charge والاتنين O بتاعتها عليها negative charge. هنا بيحصل الإليمينيشن رياكشن ودي السكند ستيب وبتبقى very fast step، بيخرج CL وبيحصل ريجين للأروماتيستي مرة تانية. الهالوجين رياكتيفيتي أوردر بيبقى الـ F أفضل من CL أفضل من BR أفضل من الـ I، وده بيبقى opposite في حالة الـ SN2 في الأليفاتيك اللي بيكون فيها الـ I أفضل من BR أفضل من CL ومن الـ F. الكلام ده ليه؟ لأننا هنا في حالة البنزين رينج مش محتاج إنه يكون القوة ما بين الـ C والـ X أو الـ bond strength ما بين الـ C والـ X عندي مش مهمة، المهم عندي هو الـ minus I effect، وأنا عندي الـ F بتبقى الـ electronegativity بتاعتها عالية جدا 4، فبالتالي الـ minus I effect بتاعها عالي فبتعمل stabilization للـ intermediate anion اللي بيتكون عندي. فهنا المهم مش البوند سترينث، المهم الماينس اي افكت، علشان كده الاوردر اختلف او بقى في الاوبوزيت سايد. هنا بيوضح لي لو ال NO2 موجوده في الاورث بوزيشن او في البارا بوزيشن بالنسبه للسي ال او في الميتا بوزيشن، بلاقي انه الانين اللي بيتكون اللي هو سبيشال ستيبل اتكون في حاله الاورث وفي البارا، لكن في حاله الميتا مش بيتكون، ما بيبقاش فيه نيجاتيف تشارج موجودة على الكربون اللي شايلة الـ NO2. تاني نوع من الرياكشنز هو النيوكليوفيليك أروماتيك سبستيتيوشن برضو، بس بيحصل بميكانيزم مختلف بقول عليه إليمينيشن أديشن رياكشن. وهنا الشرط بتاعي إنه يكون عندي very strong base زي السوداميد أو البوتاسيوم أميد اللي هو الـ NaNH2 أو الـ KNH2 في وجود ليكويد أمونيا، وده بحصل في النهاية على corresponding amine. يبقى هنا في reaction elimination addition التارجت بتاعي ان انا اكون الامين اللي هو الـ NH2 هتدخل مكان الهالوجين اللي موجود عندي. فلو انا عندي البرومو بنزين في وجود الـ KNH2 والليكويد امونيا هشيل الـ BR وحط NH2 فبيتكون عندي الانيلين. الميكانيزم بتاع الرياكشن ده زي ما قلنا بيحصل الاول elimination وبعدين addition. ال KNH2 اللي انا مستخدماه ده بيبقى very strong base بيدور على حاجة acidic يشدها فبيبتدي يطلع HBr. ال H بتطلع من الكربون اللي جنب الكربون اللي ماسك فيها ال BR وبيتكون triple bond على حلقة البنزين، بسمي ده بنزين intermediate. بعد كده الـ NH2 بتبتدي تعمل addition مرة تانية على ناحية من الناحيتين بتوع الـ triple bond، فالناحية التانية بيبقى أصبح عليها negative charge فبقول aryl anion.
الليكويد امونيا بتبتدي تفقد هيدروجين من الهيدروجينز بتاعتها علشان يحصل ريجين للاروماتيستي مرة تانية ويتكون الانيلين. البنزين انترميديت بيبقى ليه تو رياكتيف سايتس، وهما الرياكت السايتس اللي ممكن يطلع منهم الاتش اتوم مع البي ار. طيب لو انا عندي سبستيتيوتد بنزين بيبقى مثلا زي الاورثو كلورو تولوين، في وجود ال KNH2 السترونج بيز والليكويد امونيا، اول خطوة عايزة تحصل هي خروج الاسيد اللي هو ال HCl. طيب الكربون اللي ماسكة في ال CL حواليها 2 كاربونز، واحدة منهم بلوكت بوجود الميثايل جروب والتانية فري مفتوحة موجود عليها ال H، يبقى اذا ال H هيتشال من الكربون اللي ما عليهاش CH3، فبيتكون بنزين انترميديت. البنزين انترميديت ده فيه تريبل بوند موجودة، بيبتدي بعد كده يحصل اديشن للـ NH2 على اي سايد من الاثنين اللي عليهم الـ CH اللي عليهم التريبل بوند، فبيتكون تو دريفاتيفز اما أورثو نيترو تولوين او ميتا نيترو تولوين. كمان في رياكشنز للأرايل هالايد مع الميتال بتكوين جرينرد رياجنت او تكوين الأرايل ليثيوم كومباوند. لو انا عندي برومو بنزين وفعلته مع المغنيسيوم في وجود الدراي ايثر بيتكون ام جي بي ار على حلقه البنزين، او لو انا مفعله مع الليثيوم بيتكون ليثيوم على حلقه البنزين وبيطلع ال اي سي ال. كده احنا خلصنا المحاضره الاولانيه، ودي مجموعه من الاكسرسايزز ممكن نفكر فيها ونحلها وانا معاكم لو في اي مشكله.